ازيكم عاملين ايه؟ درس جديد النهاردة هنرسم امونج اس مع بعض، يا رب تكونوا بيحبوهم. هقول لكم بطريقة سهلة، بس ما تنسوش اعملوا سبسكرايب للقناة، لايك وشير الفيديو، وسيب كومنت من الكومنتات كل بتساعد. رجعت لكم تاني، هنرسم مع بعض. امشوا ورايا واحدة واحدة، هتلاقوا الموضوع سهل خالص وبسيط جدا. هنرسم ونحبر ونلون وكل حاجة، وارجع لكم تاني. كده خلصنا رسمهم بكل بساطة. نبدأ بقى نعمل بالقلم الحبر، نحددهم ونمسح الرصاص ونرجع نلون مع بعض.
زي ما بنقول في كل فيديو لازم نكون شفنا درس ازاي نلون صح عشان نقدر نلون بطريقة مظبوطة كله بنفس الاتجاه، بنسيبش اي فراغات بيضة، ممكن ندرج باللون عادي ومنخرجش برا ونلون براحتنا خالص. وانا بس اللي مسرعة الفيديو. شفتوا بسيطة قوي ازاي؟ يا رب تكون عجبتكم وتكون سهلة بالنسبة لكم. ارسموها وروني، بعتولي على الفيسبوك او على الماسنجر، ونتقابل فيديوهات تانية كتير. واي شخصية بتحبوها وعايزين نعملها لكم بعتولي، ما تنسوش تسيبولي كومنت عن رأيكم في الفيديو تحت الفيديو. وطبعا اللي مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل، ويعمل لايك للفيديو وشير لصحابه اللي بيحبوا الرسم.